شنو؟ اه حبيبي ابو الكيم اي مرتاح و... شنو؟ تلعبون موبايل ليجندز؟ ليش انتظروا مسج هسه العب انت ادور على ايبا ادور على ليش مو هذا؟ الى الوراء در عادة على شدة شات موتي انت ويلك يا ذلك لاوان والله شكل فانيلا شكل فانيلا والكامل مو حصرك هسه حصرك هذا الورا هلا والله راح اختار شخصية والله عجبتني صراحة شخصية جونسون تحسه ثقيل بس اقول لك لا اريد العب شلاليق ودفرات ووقشات وهذا حلو زيوله وناس الشياطين ستستحم بدمائها النور هلا والله هاي ودرة شنو بديتك يا درة عندها القدرة عندها القدرة خلي اشوف هذا شنو برونو هذا شنو؟ وهذا المحارب الآلي أريد هذا آني يلا هذا المحارب الآلي هذا سيكي مختار خالص شخصية هذا الساحر يجمد دواعاني هذا العدي كلش ألفا ألفا I love you ألفا from my heart from my أعماق أعماق my حبيبي والله الهارت شايف شخصيته بعض مان باع على شخصيته زين ايه عدها خش مقدمات الصناعة شباب شلونكم عظام ان شاء الله بخيركم ابو عطوه طبعا اليوم الشباب بدنا نلعب انا وهذول الشباب الحلوين الطيبين وواحد من المتابعين ويا كمال ويحيى وحدوري طفدوعه شلون الشباب الحلوين حبيبي ابو عطوان 100 هلا شباب خبرني انا قاعد على التليفون قاعد شلون عقبتكم كم بيت هاي منا جبت هاي منا ركضت على شو اسمه يبدون بدون كيف بدوني تريدون تبدون بدوني هي اكو احلى من قعده الشباب واللعب الونسه طبعا شباب تلقون رابط اللعبه بالوصف للاندرويد والايفون انزل حملها وان شاء الله ربع عجبك ودعمنا وانضموا يانا حتى تلعبوا يانا يلا انزل حملها من جوا اذا ما تنزل حملها من جوا ما اكون راح تنضموا يانا اكيد عشان هذا ابو الاصفر شاي اللي عوده تعال حطها خشمك تعال يا ريت اقول لك مواد اغراض الادغال اي صح نسيت شباب خلينا نتجمع بالنص ايه العش عبالك انا ما احكي اوكي لازم ارجع للوبي يا ريت عندي قسيفة اوه راح يموت لقد مات بنجاح ارجع عمو الى الوراء در عادة در عادة نشتش اقصد الو غلزو اهم شيء يعني روح المعنوي عيني كنت لك قبل ما اموت لفولو قبل ما تبشون شباب لفولو لا انا وانا محارب جميل تعال النص اي تعال حيدر لا هذا حيدر دبسز لا هذا دبسز وحيدر حيموت حيدر رجع ارجع للوبي حدوري ارجع للوبي لا تموت حيدر هنا يبدأ أفلش حلو والله أحلى شيء دتشات موتي دتشات نارية بلا عدام حيدر الحق اه شنو كافو بانتا يحط ال يلا يلا ذولا قدامنا تعال يا حي تعال لا الله ذولا جوني اللي معفنين يلا برو روح خل ارجع عالج روعي والله ذولا والله عابرين بالنقاط عابرين شباب ابوك يا صنبه تعال لك على بالله بالله معزك
قافل عليه والله قافل عليه. يلا شباب شباب اريد منكم تنزلون تحملوها اللعبه يلا نزلوا من جوا على الرابط شويه ان شاء الله حتعجبكم وبنفس الوقت دعمونا يلا حبيبي ان شاء الله حبيبي شنو ان شاء الله تعال حملها اصلا وين لقيت هذه الكلاوات انت وين لك يا ذلك كلاود لا هذا الصوت مال المتابعين يعني والله اللعبه وانسى بعطان طبعا هذا قمت العبها بالبثوث لعبتها مرتين ثلاثه بالبثوث وهذا شنو هذا زي قرصه من خشم دبدوب اجي يمك ثلاثه يحيى حلو حسك ستره دفاعيه اعطيتهم لحيدر هو يحبهم ترى شنو انت شنو عبك انا مغلس عليك غير انا مغلس عليك شنو مغلس عليك قصدي يعني يلا شباب شلون يعاب الوحيد اللي كاتلها شاقه وياك ايش بيك برج شي سحب هذا حيدوري حيدوري طب عليك حيدوري لا الله لا شباب قاعد يلفلون ده يلفلون ده يلفلون دير باك يسرى فوق يسرى فوق يسرى فوق ده يلفلون تكون البرج يسرى فوق شباب شباب تعالي نضرب هذاك الوحش الكبير مع بعض حتى نخليه معنا يدافع عنا حلو عرفتوا الوحش الكبير اذا مالكم هذا العملاق يلا 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 بس خلينا شوية ألف ألف هذا جوا 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 أخر 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 أرجع ولا أقول لك ماكو داعي قلس لا لا فلتو 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 الوضع صار خطر عدو محمل قتلته قتلته راح اجيهم غدر على عاد خلف لي تحسين اجيت لهم غدرة تعال لك تعال هذا على روحك لك انا شكل فانيلة شكل فانيلة شباب تجمعوا لي العظيمة اوكي شكل فانيلة والله شكل فانيلة شكل فانيلة بالقرانة والله شكل فانيلا شكل فانيلا والكامل ارجع 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 اقول لك اللي اخويا تعال حيدر تعالي هنا تعالي هون تعالوا من يسار من يسار كلكم على اليسار قتلوا الخليف قاعد لفل قاعد لفل ابو عطوان ايه الحليف اللي هون بس تعالوا ساعدوني بس الله 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 والله باين شوي يجب ان نشغل الاستراتيجيه نعم جاك جاك حدوري بابا طب بابا بابا طبت لهم طب مش طبيعي لا يا لك هل 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 دا العب لايبات شباب انا اوه ذولا هواي ذولا هواي انا مدت خلاص هاي انا مدت شكرا واحد معي بس لحقني بعربانه مكسر هذا بس صح اخوتي وجي عاودين قتلوني لا هاي هنا تم تطهير انا لا ما يصير هيك بالنص 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 اقول لك خلونا كلاتاتنا سويه شباب غريبي كمان فكر هذا هذا ظهره ظهره ظهري ويلي راحت من عندي طاعت حيدر 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 لا لا يحيى لا غلط 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 يحيى غلط غلط مو حصرك هسه حصرك هذا اللي ورا يا الله لا قاهرب قاهرب ابو عطوان قاهرب يلا سان تريد شغله لك لا كيف حيوان اي مو انت رحت عليه ما لمسته طلعت برا اللوبي كمال كمال فاستا 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 الا على السيل ارتاحت الا على السيل ارتاحت لا 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 انا على السيل ارتاحت اي لك اي يلا 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 اشتغلت حصرتهم حصرت راح اموت انا يلا شباب كملوا عليهم حيدر كمل حيدر تلا الحيدر لك هذا من شلب هذا اسمه جونها بالنص 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 هذا فلاش البرج شو اسمه هذا
لا دي هلو يا خوي انا قاعد اعارك ويلي هذا لو تيجي بس تقتلو معي حيدر شو اسمه نشحن ونروح له لو شلون حيدر ارجع ارجع حدوري ارجع 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 آه يلا يلا تعالي يا حدوري هذا ما يموت قتلته قتلته حلو حلو بس خل ارجع للوبي لان دمي اوه المخيول طبوا طبوا علو طبوا طبوا جوا طبوا جوا طبوا جوا رجع 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 جيبوا وياك دياي شباب الحقوني ام داي يا ابو هذا ايش بيكم فو باند قاب قاب علينا ايه هاي كذا حكيت لك قلت له اسس وين رايح وين رايح ادخل الحمام زي خروق وتعال ليك انزع ليك انزع انزعوا كلكم اتبع اطوان وياكم ابلع ابلع وين طالع وين طافع وين طالع وين 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 ابلع 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 لحقنا لحقنا شباب شفتوا هاي الهل حيدر رجع حيدر من انه صبع طوان لازم نطبنا نار حواس 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 صار واحد ايلك ايلك شوف لك وي 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 لك جبته ارجع حيدر ارجع ارجع حيدر ارجع ارجع حيدر دحميك يلا يلا روح الابراج اللي بالنص تباب راحت ارجع ارجع وياه اللي انحصروا اوت 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 قتلته قتلته الحقوني اوعده درع ابن الحلال ابن الحلال عدى درع واخره من يوم واخره من يوم عدى درع عدى درع عدى درع ارجع حيدر ما ادري شلون جابه مجال شخصيا ما انتو عنده درع شو كسر هذا الدرع ابن هذا من زولك نبيع شفاء تعال خلاص الشفاء ماتك بالنص 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 وينكم بالنص يا اخي هذا الدبدوب واجهني وقتلكم يا ولد بالنص شباب اعضاء اليم البرج تمام انت صعدوا فوق كتله البرج الرئيسي يا حيدر روح يا حيدر جوني 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 كلاذتهم شباب حيدر استرجاع حيدر كتلوني 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 40 ثانيه قيم البرج حدوري ترى انسحلوا والله والله لحقنا عليهم والله كم باك كم باك اسطوري هاي العوده الاسطوريه يسمونها طبعا غير هاي موجود ارجع حيدر كتلول كمان اي راح يجون منا دير بالك اي كمل علي طاقاتك طاق عايش ايدك ايلك اي بوحه بشو بشو بقى بس لا انا راح ابقى يمل شو اسمه لا لا ارجع 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 منه هذا المتوحش كتلوني لك لا يا الله جايك جاك الانقاذ انقاذ جيتك الانقاذ ايلك اي هلا اي ابو عطوان لك هذا والباندا لك ما ادري لك شنو ما بدري شو يعني هذا الباندا شنو يا الله لك عد يلا يحيى خلنا نروح من هناك وين رايح وين رايح وين رايح وين رايح وين رايح وين وين رايح وين يلا مو بشولنا على هذا على هذا قلت وصلنا النص وصلنا النص جيت جينا 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 وين وين طالع وين طالع وين طالع لا طفر 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 لا يا الكعبة بابا شوف لك والله ده يلعبون كم ده يلعبون لعب حلو ده يلعبون لعب حلو يلعبون سلو سلو ما لحقت ترجع يا الله ما حد كفر لي شنو هذا البوند خرب ليسك كرهته بشرفي كرهته اوبا لك كمان وينك جينا كانوا حد دوره تنتظرونه لو وشيت واحد يا ولد يا ولد اريد اكو اربع دمهم خطره صار راح يرجع وما راح يتقدموا ما عندنا جنود صغار الابراج شلون اذا هو 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 اكثر مستوى 15 لا عمي كارثيين ذولا كارثيين والله بلع عليك بلعته
انا العب كل يوم اللعبه هاي ما شفت قوتهم. اوه يسار 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 حيدر يسار حيدر اقول لك بشو يلا خلنا ناخذ ذول الجنود ونطلع هاي ثلاثه يلا 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 زاب الطبونه اللي جوا جايتك شتو هذا شوف اه ذول الصغار لا يا الله بس النص لا 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 اجيهم خلفي اجيتهم خلفي انا قتلوني سلحوني هذا 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 دمرني بال بشور الاربعكم اربعكم بس طبوله الباندا طبوله راح يفول اول ما يطب راح يذبي لنا الطاقه مالته هاي هو بيديني يلا 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 طبوله حسره 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 الله راح 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 سويت ربع شرفكم خل ارجع يلا شباب ترى ما بقى شيء لا فاك ما عافوني كسرت لهم اسمع كسرت لهم اللي بالنص الاخيره بالضايل هاي القاعده الكبيره جايين جنود بالنص يلا يلا بالنص بالنص هذا شو اسمه صاحبنا هذا شو مسوي كم ما ادري شو اسمه شيت الباندا هجم علي انا وصاحبه انتظروا بس كم شو اسمه السحر أرب إن هذا الباند دمرني. قلت له هلا إيه في الباند حصر اطلع إيه لك الباند حصر اطلع نريد الهزم إيه لك جايلكم يا ولد الباند الكتريات خرب روح بوجهكم برا عيراس من وراه هواي روحوا ما عادي دمي قليل انا يلا كل جيم اسطوري جيم اسطوري بالكعبه جيم اسطوري جيم اسطوري جيم خبر جيم خبر جيم اسطوري هذا الحلقه بالرسبون اوكي طبولهم حي اي بعدين لك اي بعد لك واحد حيطول يلا يرسبن بعد ال 15 ثانيه انا ياكنا حارسبن القاعده مالتنا الرئيسيه 8 ثواني ياكنا 14 ثانيه يلا حيدر لك هاي لك والله عقب اسطوري احسنت والله عقب اسطوري يعني صراحه يعني انا توقعت راح نخسر يعني صراحه اقول لكم انا توقعت راح نخسر من البدايه خساره مبينه خرافي يعني هذا كمباك صدق كارثي يعني الحماس هسه عندي فول والله العظيم اقسم بالقران الكمباك مو طبيعي احنا قلنا انتهى بعد ما قدرنا وخصوصا هذا الباندا يعني شقني الا خلي صورته بالثامنة يلا اقول هذا شقني والله العظيم بس شنو هو كرشه هو اوكي شباب وصلنا لنهاية الجيم ان شاء الله ربع عجب حبايبي تنزلون واذا حابين تدعمونا تنزلون جوا تنزلون اللعبة حملها من الرابط الجوا سواء كنت على اندرويد او على الايباد هذا جدا دعم الي وبنفس الوقت راح تدخل ويانا ممكن تلعب ويانا سواء واحد من المتابعين هذا ولد يلعب ويانا اللي كانت نقاط اكس هذا الولد هو من المتابعين يعني حمل لعبة من الرابط واجي واختاريته وقلت له تعال بنسوي شيء راح ممكن نلعب وياك الجيم الجاي طيب هاي نهاية الفيديو ان شاء الله ربع عجبكم اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد لا تنسى تخلي لايك مع السلامه ولا تنسى مشاهده اخر اربع مقاطع